وفي سعي اقتصادي في هذه النسرة أربعة محاور تضمنتها خطة الحكومة الموريتانية في مجال الأمن الغذائي، خطة تعتمد أساسا على تسجيل الحلول المستديمة لتغطية العجز الغذائي خصوصا في الأوساط الريفية، وقد تم تقديمها في العام 2004 مسودة أخرت مضى تنفيذ بعض المصاري التنموية في مجال الأمن الغذائي لمزيد نصل العاني إلى نافذتنا اليومية للتعليم الطريق إلى الإصلاح. قلب والله أنا اليوم عنيق. بسم الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أقسى 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 الله الله يزرق علي واحدة من الفتيات ما نعرف شنو اليوم. أقسى أقسى الفتنة اليوم أقسى الفتنة اليوم. اليوم بالي والله خايف خايف من الفتنة. عندما أخرج من من الاستديو اليوم بعد ساتجه الى الدار لن اخرج اليوم لانني اخاف من الفتنه. عندما يراني بعض الفتيات في الحي ايه دمبا 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 يلا انا اليوم شفتك في التلفزه بس حالك والله اليوم انت اليوم والله كنت عنيقا. هي الحلقه اللي تاخذ يوم العيد حلقة حلقة يوم العيد. كيم تسكني يعني نبجوم كيم تسكني يعني نبجوم نبجر. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ناقص 18. بداية أي حد عنده موهبة عنده رأي يبقى يشارك في برنامج يتصل بالرقم اللي يظهر على الشاشة. وأي حد عيدا هي الأولى تنتفيع وكذلك شاهدت بي تعصي إله وأنت تظهر التشابه بين الجاف البيت وأنت التعبير. إن الأمرات سلماء اسمع يا ابني شوف التاريخ الحقيقي. انطرابي يا عمري هيو رب خدمة خلينا نوفاو من المراه المجموعة الحضرية هي المواطنين. أنا قلت للمواطن هي قالت صالحة من قال أنا هي خسرت بيدي عاقب لي الخبر اللي المواطنين خالد قنا عني ذا خالد تقنا عني أنا ذا صفرتني حتى هذا شنو؟ ها؟ يخلع بسم الله قلع عني ذا هذا دير الدم بسيسي صفرتني حتى حاني من شوية قاعد تفقط عن يلا نقول قاف حاني من شوية قاعد تفقط عن يلا نقول قاف اطرح خطوة هيك اللي صادر الكاميرا صار قدام الخط ابريت سنسور كاميرا ايوه خطوة تحت وسنسور كاميرا ايوه اوكي ابدا انت بيك الطرقة ولا تحت شوي؟ انت بيك الطرقة ولا تحت شوي؟ كيف انت؟ عندما نتكلم ما في مصيبة القاف تحت؟ كيف
الا وقبل استغل البلان هامس الا وقبل استغل البلان هامس متقدم يشرب الحصانيه قد بعد قال لك تك تقدمت نشرب الحصانيه اها ايوا لاباس انا بعد الحصانيه لاباس قد لا نقدم من بعد الناس تجوا قطعا حامي مشاهدينا الكرام وهذا لا يأثر على المقدم الخبر الاول هو المقدم عاقب له دكار المقدم عاقب له دكار صرتك ما عاقب له الجنه المقدم عاقب له دكار صرتك ما عاقب له الجنه والنشره بعد المخرج باديه باخبار السحاب المخرج منه ها ما سمعتك المخرج منه مخرج خالد المخرج خالد اللي ذهب المشاهدين الكرام و و و و والنشره باديه باخبار السحاب قالوا ان الشرق هالين قالوا الحوض الشرقي والحوض القربي شاتم السحاب هم اللي وقرقد وقدي ماقة ما سمعتك انا مشينا مخرفين تا خو انت رجعت لنا معناك سمع انا ما المخرج اللي يقول انا ما نسمع نسمع لا تقول انت قول قول وراي تسمع وراي قول للمشاهدين ان بما ان السحاب جات شرق ان احنا رانا مشينا ما باس ان او في قول ذاك قول للمشاهدين السحاب جات شرق ايه قول لهم ان المخرج راهو مشى غريب ايوا انا قاع مشكلتكم ان السحاب اللي ذكرت لكم مشاهدين الكرام على عنها شات اشترق مخرج قاع راه اللي مرانا انه مشى خلى القاعة الفنية ما في احد قاس العيون الخبر الثاني قالوا ان هاي الخليط البيضاني قالوا مصارة وموريتانيا اللي كانوا عندي عن مشاهدين شمل اخبار حول الحوت والله رواية ما قالوا بعد اعلانهم لا راه اللي مرانهم لا الصالح وعدلوا رواية على فيا ومشاو وفيهم هون واحد وفيها صفرين وفيها مليون وفيها رواية ما اعرف شنو قالوا ان الساحل هذه كانت تمشى واحد هكا عندها طفل هون قالوا سعد ورجع هون بشم الامراد اللي هالدور تشوفه ما اعرف هي شنو ورجع هون بشم الامراد اللي هالدور تشوفه ما اعرف هي شنو مخرج عساك متسجل ما سمعتك لكن التسجيل وبينه منه اي خلص دقيقه واحده هاك لين تخلو فيها